شيع الآلاف من أهالي مركز ومدينة ساحل سليم بأسيوط اليوم جثمان شهيد سيناء المجند محمود عنتر إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بقرية الشامية. وكانت مجموعة إرهابية قد قامت مساء أمس باستيقاف سيارة أجرة أثناء سيرها على طريق العريش بمنطقة الحسنة، كان يستقلها خمسة من الجنود أثناء عودتهم من إجازتهم الشهرية، وأطلقوا النار على مستقليها، حيث أسفر الحادث عن استشهاد الجنود الخمسة.